تحدثنا إلى أيمن عيطاني المتخصص في تطوير الأعمال ووسائل التواصل الاجتماعي. هي المشكلة صارت لما المستخدمين تبع واتساب وصلوا الرسالة لما فتحوا واتساب إنه معكم شهر، بعد شهر إذا ما بتوافقوا على التغييرات الجديدة لح تخسروا واتساب، يعني ما فيكم بقى تشوفوا صوركم والناس والرسائل اللي عندكم إياها وكل شيء. وهيدي الفترة القليلة اللي انوجدت عملت ضغط على واتساب وعملت ضغط على المستخدمين واتساب إنه ليش أنا شهر وكل أصحابي وقرايبيني وشغلي كله عليه. فهيدا عمل ضغط على اثنين يلي أثر شوي على يكون في معلومات ما كتير واضحة. نحنا كلنا إذا نطلع حوالينا منجمع حوالينا ناس تشبهنا كيف يعني؟ يعني عنا قدرة شرائية تشبه بعضها، يعني شوفي نحنا بالويكند مسكون مع الأصحاب، الدراسة كمان شوي بتشبه العمر والولاد، يعني في عنا اهتمامات معينة. لأن شوفي أنت عائلة فيسبوك ليش بيهمها هذا الموضوع؟ لأنه المؤسسات التجارية بدها توصل دعايات لناس مثل شيرين، يعني الناس عم بيع بس يبيعوك اغراض لك غير عن اغراض اختك. فهذا النوع التفصيل ليعرفوا انت شو بتقري شو بتشوفي مع مين بتحكي هني مع مين بيحكوا، هيدا كلها بتساعد انه تكون الدعايات يلي بتوصل افضل ومخصصة اكثر، ولا يكون في مردود دعاية اكبر لمؤسسات فيسبوك ولا الشركات التجارية اللي عم تحاول توصل للناس. اللي هني وين بتصير هيدي المعلوماتنا الشخصية عم بتكون في استفادة مالية؟ لما المؤسسة التجارية بتقول لفيسبوك انا مستعد ادفع $50 باليوم لاوصل لاشخاص اللي مثل شيرين وصلوني لهم، فهن شو بيعملوا؟ بياخدوا هيدي مصاري فيسبوك من هالمؤسسة التجارية وبيوصلوا دعايات لإلك شيرين وللناس اللي بتشبهك بس معلوماتك الشخصية ما بتروح لعند هالمؤسسة التجارية. الشيء الأساسي إنه واتساب ما بيشوف رسائلنا، يعني إذا أنا وياكي شيرين عم نتواصل شو عم بحكي أنا وياكي، يعني أنت هلا يعني بعتلي رابط بعتلي صورة أنا بعتلك عم رد عليكي، مضمون الرسائل مشفرة ما بيقدروا يشوفوها لا واتساب ولا موظفين واتساب ولا حدا عم يحاول يتنصت عن طريق الانترنت لأنه مشفرة. بس شو بيعرف واتساب؟ بيعرف معلومات حوالي هيدا الوقت، يعني بيعرف أنه أيمن وشيرين عم يتواصلوا، بيعرف أنه أيمن وشيرين عم يتواصلوا بالنهار بدوام العمل أو عم يتواصلوا بعد نص الليل، إذا أيمن بعت رسالة لشيرين شيرين ردت عليه أو ما ردت عليه. فهيدي المعلومات اللي هيدي وشيرين هي بس ترد عليه في عم تحكي مع اي مع غير ناس بتشبه ايمن او لا شيء نوع تاني. فهالنوع المعلومات اللي حوالي هيدي الرسائل والتواصل هيدي بتعتبر ثمينة ليكون في استفادة دعائية. بعدين المعلومات اللي انا وياك عم نتواصل فيها عن طريق الواتساب ما حدا في يشوفها، يعني بعتلك صوره بعتلك لوكيشن بعتلك رابط اخباري ما في، يعني هذا ما هيدي مشفره، فهيدي نكون هيدي واضحين فيها. شغلتين كان في سوء تفاهم عليها انه معلوماتنا يلي بواتساب عم تنعطى لمؤسسات تانية بفيسبوك اللي هن فيسبوك تطبيق الازرق وانستغرام. هيدي كمان وضحت فيها مؤسسه واتساب انه هيدي ما عم بتشاركها شركه واتساب لا انستغرام وفيسبوك. يمكن لقدام يتغير الموضوع لأنهن يعني شركة واحدة كبيرة، بس هلأ اليوم بهذه التغييرات هيدي ما بتضمن هذه التغييرات. والتالت شغلة اللي أكتر شيء سلفي شو تفهم عليها إنه معلوماتنا عم تتوزع على هذه الشركات، يعني هو مش صحيح، يعني هالشركات ما بيوصل هذه المعلومات، وأصلا واتساب وفيسبوك وإنستغرام ما قالوا مصلحة يعطوا هالمعلومات، لأنه هن المعلومات بيخلوها عندهم من جهة بيحموا المستخدمين، من جهة تانية هن كل مردودهم دعائي جاي من هالمعلومات الهائلة الغنية اللي عندهم إياها، ما حيعطوها للناس للمؤسسات التجارية، بس المؤسسات التجارية فيها تستفيد منها بطريقة دعايات معينة، وما بيعرف وصلت لشيرين بالذات، بيعرف وصلت لشيرين ويلي الناس اللي بتشبه شيرين، فمش شيرين بالذات الرقم هيك هيك هيك. هلا السيجنال يلي بيريح فيه وهي مؤسسة أبل وضحت أكتر، عملت مقارنة للمعلومات يلي سيجنال تطلبها وليلي واتساب تطلبها. سيجنال ما بيطلب منها معلومات شيء غير رقم التليفون لحتى يفتح حساب، ما بيطلب شيء تاني، ما بيستعمل شيء تاني، يعني نضيف 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 بهذه الطريقة بطريقة استعماله. واتساب طريقة شغله غير، فبيطلب إنه ياخذ معلومات تانية اللي هو مثل ما عم نحكي كنا، يعني أنا عم بحكي بأي ساعة وهني بيردوا علي أم لا وهالموضوع.